السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم، نحييكم إلى نشرة الأخبار الأخيرة من قناة السعودية. أبدأها بالعناوين. بأمر خادم الحرمين الشريفين، الحكومة من خلال نظام ساند تتحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين. في المملكة العربية السعودية سجل عدد 154 حالة جديدة للإصابة. وزارة الصحة تعلن تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وإجمالي الحالات تتجاوز 2000. وزارة الداخلية تعلن بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف من الساعة 3 عصرا. أهلا بكم. أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يده الله أمره الكريم القاضي باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 من المواد 18 و14 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، بحيث يحق لصاحب العمل بدلا من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة 3 أشهر بحد أقصى 9000 ريال شهريا وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال. هذا وأوضح وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ محمد الجدعان أن آلية الدعم ستكون بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي الكريم، حيث تغطي نسبة 100% من السعوديين العاملين في المنشآت التي لديها 5 عاملين سعوديين أو أقل، وتصل حتى 70% من السعوديين العاملين في المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين السعوديين فيها 5 عمال، مع إعفاء صاحب العمل من الالتزام بدفع الأجر الشهري للمستفيدين وفق الأمر الملكي، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض. وأشار وزير المالية أن عدد المؤهلين للاستفادة من التعويض يتجاوز 1,200,000 عامل سعودي، ويبدأ التقديم على التعويض خلال شهر أبريل الحالي، وسيكون الصرف اعتبارا من أول يوم عمل في شهر مايو 2020 للميلاد لتغطية أجر شهر أبريل، وذلك للعاملين السعوديين في جميع منشآت القطاع الخاص التي تعذر عليها دفع أجور العاملين السعوديين لديها بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19. واشترط الأمر الملكي أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها وفق الأمر الملكي الكريم فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال السعوديين وغير السعوديين غير المشمولين بهذا التعويض. وأشار وزير المالية إلى أن المستفيدين من نظام التعطل عن العمل ساند من الموظفين السعوديين وفق الأمر الملكي الكريم يسري بشأنهم أيضا ما أقرته مؤسسة النقد العربي السعودي من حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة أثار جائحة كورونا للحد من التأثير على الأنشطة الاقتصادية، ومنها تأجيل الأقساط المستحقة للمنتجات التمويلية دون تكلفة أو رسوم إضافية لمدة 3 أشهر. مما يذكر أن الأمر الملكي فوض لجنة من عدة جهات بوضع ضوابط ومعايير لاستفادة منشآت القطاع الخاص من هذه الإجراءات، والرفع بمقترح تمديد المدة بما يتجاوز 3 أشهر للمنشآت الأكثر تأثرا وحسب تطورات الأزمة. هذا وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن التقديم على مبادرة دعم القطاع الخاص سيكون متاحا للمنشآت من خلال بوابة التأمينات الإلكترونية اعتبارا من يوم الأربعاء 8 أبريل، وتهدف المبادرة بشكل رئيس لحماية وظائف المواطنين في ظل جائحة كورونا. دعم جديد يأتي هذه المرة من نصيب موظفي القطاع الخاص في المملكة.
الدعم والذي تتحمل وفقه الحكومة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين من خلال نظام ساند من شأنه تخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية لوباء كورونا عن طريق حماية وظائف المواطنين وتوفير دخل بديل لمن يفقد عمله من خلال ساند، مما يسهم في الاستقرار الوظيفي لموظفي القطاع الخاص، حيث يتجاوز المؤهلون للاستفادة من التعويض 1,200,000 عامل سعودي، الأمر الذي سينعكس على استقرار سوق العمل في المملكة وتوطينه ونموه. ويستهدف الدعم أغلبية منشآت القطاع الخاص التي تواجه صعوبات مالية في دفع أجور عمالها بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، ما عدا منشآت القطاع المالي وقطاع الاتصالات ومبيعات الأغذية، حيث سيتم بعد قبول طلب المنشأة إلكترونيا استبعاد المشتركين، ومن ثم دعوتهم للتقديم على منفعة ساند وفق الإجراء الحالي وعبر بوابة التأمينات الإلكترونية. وكانت حكومة خادم الحرمين الشريفين قد أقرت في مارس الماضي مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص، لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا من تبعات هذه الجائحة، بحجم مبادرات بلغت قيمتها 70 مليار ريال، تمثلت في إعفاءات وتأجيل لبعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية. أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي خلال المؤتمر اليومي المشترك عن تسجيل 154 إصابة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 2039 حالة في المملكة. في المملكة العربية السعودية سجل عدد 154 حالة جديدة للإصابة بهذا الفيروس. هذه الحالات منها 3 حالات ارتبطت بالسفر والقدوم إلى المملكة العربية السعودية من الخارج، وهي في الحجر الصحي منذ دخولها من المنافذ كخطوة استباقية تؤتي ثمارها أيضا بحمد الله. بينما بقية الحالات 151 هي لحالات مخالطة مجتمعية لحالات سبق الإعلان عن أنها مصابة بهذا الفيروس وأيضا خضعت للرقابة الصحية بشكل استباقي ومبكر وربطت بالمخالطة. توزعت هذه الحالات في المملكة العربية السعودية في مجموعة من المدن، ففي المدينة المنورة سجلت 34 حالة، في جدة 30 حالة، في مكة 21، في تبوك سجلت 17 حالة، في الرياض 13 حالة، في بريدة 9 حالات، القطيف 6 حالات، في الهفوف كان عدد الحالات 4، في الخبر 3 حالات، وفي الرس أيضا 3 حالات، وكذلك في نجران 3 حالات، فيما سجل في محاي العسير والخفجي والظهران 2 حالات لكل من هذه المدن، وفي الدمام وخميس مشيط وراس النورة والوجه وضبة 1 حالة لكل من هذه المدن. إجمالي الحالات بذلك يصل في المملكة العربية السعودية إلى 2039 حالة. من بين هذه الحالات 1663 حالة هي حالات نشطة، ونعني بالنشطة هي التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية والملاحظة الصحية في الجهات المخصصة لتقديم الرعاية لهم. العدد 1663 في أغلبهم بحمد الله حالتهم الصحية مطمئنة ومستقرة، بين بينهم 41 حالة تتلقى الرعاية المكثفة. في التعافي بحمد الله بلغ إجمالي حالات التعافي 351، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 25 وفاة، نسأل الله لهم جميعا الرحمة والمغفرة. كما أعلن مساعد المحافظ لشؤون التأمينية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نادر الوهيبي خلال المؤتمر آلية الدعم والعلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل الذي التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. آلية الدعم ستكون بإذن الله تعالى أن تستمر العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، بحيث لا يخسر العامل وظيفته، ولكن صاحب العمل غير مجبر بأن يدفع الأجر للموظف المدعوم. الهدف الأساسي هو أن يتم تعويض الموظفين من خلال صندوق ساند
تعويض نسبته تقريبا 60% من الأجر المسجل للمشترك في نظام التأمينات الاجتماعية، وبحد أقصى 9,000 ريال على لموظفي المنشآت العاملين في المنشآت القطاع الخاص المؤهلة وفقا للشروط والأحكام. هذا كما أوضح الوهيبي آلية العمل بالأمر السامي الكريم والمنشآت المستفيدة من القرار والمنشآت التي لا يشملها. معظم المنشآت في القطاع الخاص ستكون مغطاة بإذن الله، ما عدا منشآت بسيطة مستثنات في القطاع المالي المرخص من قبل مؤسسة النقد أو القطاع المالي المرخص من قبل هيئة السوق المالية، أيضا قطاع تجزئة التغذية لأنه لم يتأثر بفيروس كورونا، وأيضا القطاع شركات الاتصالات. فهذه القطاعات الثلاثة المستثنات، باقي القطاعات كلها مشيئة الله ستكون مستفيدة من هذا الدعم. صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس كورونا وتحقيقا لتوصيات الجهات الصحية، فقد تقرر تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى 3:00 عصرا يوميا حتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك الخدمات والنشاطات التي سبق الإعلان عنها وفي أضيق الحدود ووفق الإجراءات والضوابط التي حددتها الجهة المعنية. وتؤكد الوزارة وزارة الداخلية لجميع سكان المدن والمحافظات المشار إليها أن هذا الإجراء يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة، وتهيب بالجميع الالتزام والتقيد بإجراءات العزل تحقيقا للمصلحة العامة. انطلاقا من جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة كورونا العالمية لاتخاذ الإجراءات التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية، وإنفاذا للتوجيهات الكريمة، بدأت المديرية العامة للجوازات في تمديد هوية مقيم آليا للوافدين الموجودين داخل أو خارج المملكة العاملين في القطاع الخاص للمهن التجارية والصناعية المنتهية إقامتهم من تاريخ 23 من الشهر السابع من عام 1441 للهجرة الموافق للثامن عشر من الشهر الثالث من عام 2020 للميلاد، ولمدة 3 أشهر إضافية دون مقابل مالي لتتطابق مع ما نفذ مسبقا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن تمديد هوية مقيم يتم آليا دون مراجعة مقرات الجوازات وبلا رسوم، حيث ترسل رسائل نصية عبر الجوال لكافة المستفيدين بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني ووزارة المالية، موضحة أن العمل جار لتمديد فترة صلاحية استخدام تأشيرات الخروج والعودة التي تنتهي فترة صلاحيتها من تاريخ الأول من الشهر السابع من عام 1441 للهجرة الموافق للخامس والعشرين من الشهر الثاني من عام 2020 للميلاد، ولمدة 3 أشهر إضافية مجانا، ويشمل المقيمين من المهن التجارية الموجودين داخل المملكة التي لم تستغل تأشيراتهم خلال مدة تعليق الدخول والخروج من وإلى المملكة عبر المنافذ. حددت وزارة التعليم آلية تقويم الاختبارات النهائية للجامعات في الوقت الذي أكد فيه وزير التعليم الدكتور محمد آل الشيخ على ضمان العدالة في التطبيق بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات في ظل الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا. وأوضحت وزارة التعليم في تغريدة عبر حسابها الرسمي تفاصيل آلية التقويم، وأكدت على استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة ومنح الطالب والطالبة خيار الانسحاب من مقرر أو عدد من المقررات أو الاعتذار عن الاستمرار في دراسة الفصل أو الانسحاب من الفصل للجامعات الحكومية والأهلية لكافة أنواع التعليم، وذلك حتى يوم الخميس 30 من شهر شعبان من عام 1441 للهجرة ولا يحتسب من رصيدهم. وأضافت تعقد جميع الاختبارات لكافة أنواع التعليم المنتظم عن بعد انتساب في الثالث من شهر رمضان باستثناء برامج الانتساب المطور، فيعود الأمر للجامعات، وإذا لم تكن الظروف مهيئة لطلبة الانتساب المطور فيعطى الطالب والطالبة تقديرا غير مكتمل ويعقد له اختبار بديل لاحقا وفق الآلية. كما شملت التوصيات توجيه الكليات في الجامعات بزيادة الدرجات المخصصة للأعمال الفصلية للمقرر الدراسي
بحيث تكون 80 درجة من إجمالي الدرجة الكلية و20 درجة للتقويم النهائي، مع فتح المجال لبعض المقررات التي لها خصوصية معينة. وأوضحت أنه يعفى الطلاب والطالبات من حرمان دخول الاختبار النهائي لكل مقررات هذا الفصل الدراسي. ختاما لنشرتنا، هذا تذكير بالعناوين. بأمر خادم الحرمين الشريفين، الحكومة من خلال نظام ساند تتحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعودي. في المملكة العربية السعودية سجل عدد 154 حالة جديدة للإصابة. وزارة الصحة تعلن تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وإجمالي الحالات تجاوز 2000. وزارة الداخلية تعلن بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف من الساعة 3 عصرا. شكرا لكم على طيب المتابعة. لسلامتكم ابقوا في منازلكم، فذلك فيه حماية لسلامتكم. في أمان الله. إن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة على المستوى العالمي لمواجهة انتشار السريع لهذه الجائحة، لكنني في الوقت ذاته أعلم أننا سنواجه المصاعب بإيماننا بالله وتوكلنا عليه وعملنا بالأسباب، وبذل الغالي والنفيس المحافظة على صحة الإنسان وسلامته وتوفير كل أسباب العيش الكريمة له. We'll be right back.